مرحبا بكم في الورطة. ضيفنا الليلة هو الممثل رياض النهدي اللي عرفتوهم على مين النهدي في سيزهواني وبعبودة في الخطاب على الباب. رياض اليوم متعدي للدار بالصدفة، مخدرات وسلاح، رياض تشد متلبس، زعم النجم يقنعهم أنه خطير. هذا اللي باش نشوفوه بعد شوية. رياض مازال يحاول يقنع الشرطة أنه خطيه، أما حد ما صدقه. رياض مازال في ورطة والتهمة ثابتة عليه. مخدرات هذا يا معناتها العيشة اللي تعيشوا فيها مخدرات وهم العظيم أول مرة مضروبة والله أول مرة شايفين والله العظيم أقسم بالله
بعد ها هو المجلة العسرية ما يبقوش مجلة روضتي هذه أنا روضة هذه الإدارة نتاعهم مش لما معاهم كونترا وجبت جاي معناتها تعمل أنت في كونترا بالمخدرات معاهم لا لا معصر قال لي يا ومن هنا ما فهمت شيء يا اخي انا دخلتك انا دخلتك ترى على ماشي متعديين انا بيدي غلط في الدار انا عملت كراني غلط في الدار تعمل لي ولا تحب باش تقول لي الناس ما تحكوا دي جار احنا مسكناه من ياجور وتحلف والله يا اخي شو انا كان والله على كيفك والله اول مره شفت التلفي والله العظيم والله جيت المجله اقسم بالله والله العظيم والله اول مره اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله ها هو بتاع المجله انت جيت المجال ولا حاجه اخرى؟ لا كيف؟ مجال تراوضي؟ انت جيت مجال تراوضي؟ مرة الوين؟ يبقى جاي حاجه اخرى انت والله جرتك يا زرقاء جرتي يا جرتك زرقاء تو هاكر يا تو هاكر انكرت فيا ولا تعملي جرتك والله جرتك زرقاء صعب تفتش من عام تو شيخ وتم تعمل من جرتك ما جرتك سربي جاي حاجه اخرى انت تو اغزرني من ذكر ايش تو جاي الله يهديك يا حتى واحد باش يتكلم نورمال حتى واحد باش يصوت الوعاجه مشدود بالحشوش يا رياض يا رياض قلت اليوم ما جبنا حد كانت هذه ورطة اليوم نتقابلوا غدوة مع ضيف جديد في ورطة جديدة.